Hey guys, ازيكم عاملين ايه؟ Welcome back to my channel. زي ما انتوا شايفين انا راجعلكم النهارده بفيديو جديد من مشتريات شي ان، والمشتريات المره دي بجد حلوه جدا. اظن ان بعد 5 سنين بشتري متواصل من شي ان، انا بقيت عارفه بالظبط ايه القطع اللي هي فعلا بتبقى كواليتي بتاعتها حلوه، القطع اللي هي هتعيش معايا، والقطع اللي بتبقى حلوه في الحقيقه زي الموقع بالظبط. فالناس دايما اللي هي مش عارفه تشتري ايه من شي ان، اللي مش بتعرف تختار، اللي ساعات بتشتري الحاجات ومش بتليق على جسمها، تشوف الفيديوهات بتاعتي وتشوف الحاجات اللي انا بشتريها، انا فعلا ببقى منقيه كواليتي، ببقى عارفه القطع كده كواليتي انا جايباها دي كواليتي، دي بتبقى حلوه عشان الكواليتي بتاعتها حلوه، فهتطلعوا منهم بافكار حلوه جدا. وانا عامه بسيب لكم كل لينكات القطع دي في صندوق الوصف تحت، وببقى سايبه لكم كمان الديسكاونت كود، فتشيكوا الفيديوهات اللي انا بعملها. وخلينا نبتدي مع الحاجات اللي انا اشتريتها المره دي. ودي اول قطع معانا هو الكود ده، هو تيدي بير كوت يعني، او جاكيت كمان، ان هو مش طويل قوي، هو الشاكيت الموديل بتاع الشميز بس بالقماشة بتاعت التيدي بير ده. في زراير يعني انا ممكن اقفله، ممكن البسه هو مفتوح، بس انا حابة شكله هو مفتوح، واللون بتاعه حلو جدا. ده مقاس سمول وهو اوفر سايز. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، ان الايتيمز دي كلها بتكون عندي في الصفحه بتاعتي في الانستغرام اللي هي اسراء بسيوني كلوزت، هتلاقوا كل القطع دي معروضه للبيع بالسعر بتاعها من غير الجمارك. فاللي حابب يشتري اي حاجه من الحاجات دي هتلاقوها في الصفحه، وهسيب لكم لينك الصفحه في صندوق الوصف تحت. بعد كده جبت السكارف دي، بصوا اللي هي الصوف، ودي سكارف عريضه جدا، ولونها جبته اللون الرصاصي عشان تليق على معظم اللبس، اي لبس ممكن ان هي تليق عليه. بصوا الالوان بتاعتها كلها رصاصي اسود، ممكن ان احنا نلبسها سكارف تحت الحاجات، حلوه قوي. وزي ما قلت القماشه بجد بتاعتها بتدفي جدا. بعد كده بقى جبت البنطلون الوايد لاج ده، ده لونه الاسود المجرب او الرصاصي الغامق، فحسيت اللي هو لا، هو انا محتاجاه كده، انا ما عنديش بنطلون لون غامق وايد لانج، فحبيته قوي. ده مقاس 4 وهو فيه واسع. جماعه ما تنسوش ان انتوا تابعوني في الانستغرام @اسراءبسيوني عشان تشوفوا الستايلينج بتاع القطعه دي. انا كده كده بنزل لها ستايلينج ساعات في صور، ساعات ان انا بنزل لكم فيديوهات، ساعات بتكون في الستوريز، فتابعوني هناك عشان تشوفوا كل الافكار اللي انا هعملها عشان اطقم القطعه دي. احلى حاجة في المشتريات دي بجد حلوة جدا، اولا ده الموديل بتاع تيمبرلاند اللي هو الكلاسيك اللي ما بيبطلش، باللون برضو الكلاسيك، اللون الجملي ده من الحاجات اللي ما بتبطلش، فالموديل بتاعها كلاسيك مش هيبطل. بصوا الجزمة دي من جوه كلها فرو، الجزمة ما فيهاش اي حاجة مش فرو، فانا لبستها مدفياني قوي قوي قوي. يعني الناس اللي هي بتبقى سقعانه من عند رجلها دي بالنسبه لهم هتبقى حلوه قوي، لانها هتدفيكوا جدا، وبرده مريحه قوي الجزمه دي، فبالنسبه لي ماست هاف ان انت تبقى عندكم في الشتاء. فشوفوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت واشتروها، هتفيدكوا كلاسيك مش هيبطل، بتليق على ستايل بنطلونات كتير قوي، تقدروا تلبسوها على الليجين، تقدروا ان انتوا تلبسوها على سويت بانتس، بنطلونات حتى لو واسعه وتبقى هي من جوه البنطلون عشان بس تدفيكوا، فدي موديل هينفعكوا قوي. من الحاجات اللي لازم تشتروها من شي ان كل مره هقول لكم هي البيجامات، بجد بيجاماته مش بتبقى باينه اصلا انها بيجامه. يعني بصوا البيجامه دي، ايه الشياكه والحلاوه دي، ايه ده؟ وده البنطلون، بصوا بجد حلوه ازاي، هي بجد حلوه قوي، الموديل بتاعها خرافة. كمان صوف بتدفي، فهي موديلها انها لابسه كده ايه لبس شيك جدا، بس قاعده بيه في البيت، فبجد بالنسبة لي بيرفكت بيرفكت بيرفكت. وهتلاقوا موديلات برضو حلوة تانية كتير جدا في قسم البيجامات، فوانتوا بتعملوا الاوردر دايما خلي بالكوا على البيجامات بتاعت شي ان انها بيرفكت. بعد كده جبت هاف بوت تانية، هي الهاف بوت البيضة دي، حسيت ان انا يعني محتاجه بوت بيضه جديده، ودي كان هاف بوت، حبيت برضو ان الموديل بتاعها سيفتي كده موديل جديد، يعني انا البوت البيضه الوحيده اللي عندي بوت طويله، فحسيت ان دي هتبقى حلوه جدا. واللون بتاعها مش ابيض صريح، هو الابيض المدي على كريم، فكمان بتبقى لايقه اكتر على اللبس الغامق، يعني
مش بتبقى منوره قوي كده جنب اللبس الغامق. بعدين بقى عندنا التيدي بير جاكيت ده يا جماعه من احلى القطع اللي انا اشتريتها من شي ان. اولا الموديل بتاعه كول قوي، ثانيا بيدفي جدا، كل ده مقاس سمول فمحدش يكبر خالص من مقاسه، جيبه ترو تو سايز، هو اصلا موديله اوفر سايز وعجبني جدا. هو برضو تادي بير كده القماشة دي، وبصوا كلام بالاخضر بجد بالنسبة لي كان حلو جدا لما لبسته، حسيت انها متدفية قوي. كمان الحلو اللي فيه انه ينفع للناس التينيجرز، كمان هيبقى موديله لطيف جدا عليكو. قلت بالمرة اوريكو اخر شوز معانا عشان انا بقى خلصت كل الشوزات، جبت اللوفرز السودا دي، الشانكي لوفرز اللي هي بجعب جماعة مريحة. انا مكنتش متوقعة ان اللوفرز تبقى مريحة، بس هي مريحة مريحة جدا، شكلها مش مريح بس هي مريحة. فحبيت ان يبقى عندي جسم سودا اقدر البسها على اللبس، تبقى مختلفة عن السنيكر عشان لبسي كله سنيكر. بصوا الكيوتنس بجد كيوت جدا الهودي ده، برضو القماشه بتاعته من القماشه بتاعت التادي بير. مش عارفه تقريبا انا وانا بعمل الاوردر ده كنت سقعانه فطالبه كل حاجه نفس القماشه، والقماشه دي بتدفي جدا. ده غير بقى ان الايتم ده متبطن من جوه، فيعني تحسوا ان انتوا لابسين حاجتين فوق بعض من كتر ما هو متبطن والقماشه بتدفي. كيوت قوي. وفي هود، بصوا الهود كبير برضو عشان لو الناس مهتمية، الهود كبير. وفي هنا مرسوم بامكن، بجد انا شايفاه كيوت جدا. ده غير بقى ان هو بيدفي، بس انا شايفاه يعني من الحاجات الكيوت قوي اللي هي تبقى شريانها كده للافري داي كيوت لوك. بعدين عندنا الدينم جاكيت ده، الاوفر سايز دينم جاكيت. شايفين التوب ده الهودي ده كان تخنه قد ايه، انا لابسه فوقيه الدينم جاكيت ده، انا شايفاه كول جدا. واحلى حاجه فيه ان هو واسع، ممكن ان احنا نلبسه على هوديز، عشان انا بحب من الحاجات اللي احنا نلبسها الدينم جاكيت على مثلا سوات ساد او على هودي وبانتس، بحس ان المنظر ده بيبقى حلو قوي. ندخل بقى على الحاجات الستايل بتاعي بالظبط. في الفستان ده لونه الموف اللافندر، اللون ده انا من الالوان اللي بحبه جدا، وما عنديش حاجه شايفه تقريبا اللون ده، فحبيت ان يبقى عندي فستان اللون ده. اكشلي انا لابسه فستانين، في فستان تاني انا متحمسه جدا ان انتوا تشوفوه، فده حلو قوي. ده الموديل اللي انا بحبه، زائد بقى غير ان هو بادي كرون، الكم بتاعه واسع مش ضيق، وهنا في التريكو، يعني الفستان مليان فن، وكمان القماشه بتاعته سوفت ريكو، يعني حلوه جدا للشتاء. بعد كده عندنا الشاكيت ده، اولا لونه حلو قوي، لونه كده بينك، بس في نفس الوقت عشان داخل معاه الاسود مهدي البينك، القماشه بتاعته بتدفي جدا. الموديل بتاعه جميل، من الحاجات اللي انا حبيتها قوي لما عملت له ستايلنج، لبسته على بنطلون جلد اسود وحطيت. بعد كده عندنا الفارسيتي جاكيت ده او البامبر ده، بصوا هو جلد كده وفي الكتابة دي بالاخضر، برضو من الحاجات اللي حبيتها جدا ده، وحسيه عملي قوي في الشتاء لانه اولا بيدفي، ثانيا جلد مش بيتوسخ بسهولة، وبرضو في نفس الوقت المنظر بتاعه كول جدا. فمن الايتمز اللي بجد حبيتها وشايفة ان هي تنفع ان هي تتلبس في الشتاء، وهتبقى شكلها يونيك قوي. كمان اللون بتاعه نود كده، فمش هيبقى اني فيس، يعني كمان بيبقى المنظر بتاعه كاجوال جدا. الكود ده وجمال الكود ده بجد حلوة قوي، وموديله كلاسيك برضو، حتى القماشة بتاعته لونه كلاسيك، من الحاجات اللي هي هتفضل قاعدة معانا. عجبني قوي لان هو كمان يونيك. انا ما عنديش وصف للفستان ده اكتر من قد ايه ان هو ناعم، فستان بجد ناعم جدا، تحسوه يعني فيمينين قوي. كنت فاكره ان اللون بتاعه قريب جدا من اللون بتاع الفستان اللي فات، لا بس ده البيربل المصحصح اكتر، التاني بيربل هادي، ده فيه لون كده وساتوريشن اكتر. الموديل بتاعه حلو جدا، بحب الموديلات دي قوي لان هي فعلا بتبقى ناعمه قوي. وعارفين احلى حاجه بقى ايه؟ ان انا ممكن البس عليه حاجه من فوق واستخدم ده as a skirt، يعني البس بلوفر تاني من فوق وهو ده استخدمه as a pleated skirt، ويبقى موديل تاني خالص. بجد جميل، بيرفكت بالنسبه لي، حلو قوي. بعد كده عندنا قطعه لونها ازرق تاني، هو السويتر دريس ده،
السويتر دريس ده انا لبسته والطقم عجبكم كلكم بجد، كان بالنسبه لكم طقم حلو قوي. انا بالنسبه لي لو هوصف ليه، هو بالنسبه لي كنت حباه قوي، حبيت اللون بتاعه قوي. بعد كده عندنا الليذر سكيرت دي، بجد انا بحسها من القطع اللي هي بتخلي القطم الشتوي ترندي كده وكيوت اكتر. برضو من الحاجات الكلاسيك اللي مش بتبطل، عايزه اقول لكم بقى حاجه عجبتني جدا في السكيرت دي، هي سكيرت عادي من بره بس من جوه البطانه بتاعتها معموله ان هي شورت. بعدين عندنا بقى السواتر ده، عجبني جدا التقليمه بتاعته لان هي تقليمه غريبه اكتر ما بين الابيض والرصاصي والخط الرفيع ده بالاسود، فحسيته ان هو جديد، حاجه مش عندي وما عنديش اللون ده. كمان القماشه بتاعته حلوه قوي والكم بتاعه جميل، بصوا كان واسع كده وبعدين نزل ان هو ضيق، وبرده الموديل بتاع البلوفر ان هو واسع من فوق ونازل بضيق كده فمخلي الجسم شكله حلو. برده عندنا البادي كون دريس ده، عجبني جدا اللون بتاعه، اللون بتاعه كده البني المدي على الكموني. زي ما انتوا عارفين الفساتين دي بالنسبه لي من الرو تو دريسز بالنسبه لي، لان هي اولا بتخلي الجسم حلو قوي، ثانيا بتبقى فعلا تقدروا ان انتوا تدريست اب. طبعا احنا عارفين قد ايه الحاجات المقلمه طالعه موضه، فحبيت ان انا اجيب بقى سويتر اسود مقلم بالابيض عشان الكل اللي عندي ابيض مقلم بالاسود، فقلت ده هيبقى تغيير حلو. فجبت السويتر ده، يا جماعه الخامه بتاعته حلوه قوي، تقيله كده وفي نفس الوقت مش بتسبب اي نوع من انواع الحركه. بعد كده جبت الاوفر سايز شيرت ده عشان قلت ان هو يبقى حلو جدا لو لبسته تحت اي جاكيت عندي في الشتاء، تبان الرسمه بتاعته من تحت الجاكيت فتبقى كول. هو كمان هينفعني قوي في الصيف لان هو زي ما انتم شايفين اوفر سايز شيرت كده، بحبهم جدا في الصيف. برضه ممكن البسه على الليذر بانتس كده وفوقيه مثلا دينم جاكيت ويبقى طقم كلاسيك من الحاجات اللي مش بتبطل. بعدين عندنا بقى الفستان القمر ده، الموديل بتاعه بجد عباره عن انوثه، ده يعني شفت الموديل بتاعه انبهرت، قلت انا الفستان ده لازم يبقى عندي من كتر ما هو حلو جدا وماي ستايل وبيخلي الجسم روعه. لان احنا ممكن نتكلم ان قد ايه ده حاجه طويل جدا، بصوا هو موديله ان هو طويل بس فيه فتحه لحد فوق، ده انا قريبه منه مقاس ميتين وحسيت ان الوسع بتاعه حلو، يعني لو انتوا حابين ان انتوا تكبروا مقاس برضو هيبقى مظبوط. بعد كده بقى جبت بدل عشان تنفع لو عندي اي حاجه تبع الشغل في اي وقت، دي مش شتوي اولا، هي مش مبطنه زي ما انتوا شايفين الكم تلتين وزي ما قلت لكم مش مبطنه، فهي تنفع برضو في الصيف، بس صيف او شتا بيجي لنا وقت احنا محتاجين فيه بدل على بعض، وانا بحب ان مش مجرد البس بدله، انا بحب ان انا كمان ابان منوره وابان يونيك، فالاحمر من الالوان اللي بتبقى حلوه جدا. نقدر بقى البدل نلبسها في ايفنتس للشغل. بعد كده بقى عندنا البدله دي، البدله دي اولا ثلاث قطع، يعني البليزر والبنطلون، هو معاها الكورسيه بتاع البدله، يعني كان المفروض ان هو يتلبسوا كده على بعض، بس اولا انا ما كنتش قادره اتخيل حتى ان انا اقلع البلوفر والبس التوب ده، حاسه ان انا كنت هتجمد، فتخيلوه معانا شفتوه حلو، عايزين تشوفوه شوفوا الموديل لابسه ايه. بس خلوني برضو اكلمكم على الكورسيه لان في حاجه عجبتني قوي وهو ده، ده ايه ده، عباره عن لزق معمول في الكورسيه من فوق او التوب يعني من فوق، هو مش كورسيه هو كورسات توب كورسات، ليه؟ عشان يمسك في الجلد ومش كل شويه الطب ده يروح عامل كده او ان هو يسقط، لا يفضل ماسك في الجسم وما يسقطش، فدي حركه عجبتني جدا. بعدين بقى عندنا البليزر سلاش كوت سلاش حاجات كتير كده، هو الموديل بتاعه بليزر بس القماشه بتاعته صوف كانه كوت. اولا بصوا اللون بتاعه قد ايه ان هو حلو، انا مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، بس اللي هو الرصاصي في ابيض عاملين مثلثات جميل جدا، والقماشه بتاعته صوف حلوه قوي بجد. الكم بتاعه قصير شويه بس الكم بتاعه تلتين، بس انا لابسه تحتيه تيرتل ناك ومطولاها فهي بقى بيرفكت، والطول بتاعه انا شايفاه مناسب حلو جدا بالنسبه لي، من الحاجات اللي الستايل بتاع اسراء اللي انا عارفه ان انا بلبسه كتير قوي. برضه عايزه اوريه لكم هو مقفول، ممكن نقفله نحط عليه حزام هيبقى حلو قوي، لو حطينا عليه حزام مثلا وسكيرت
عندي سكرت بينك هيبقى شكله حلو قوي عليها يعني بجد بيرفكت بالنسبه لي. ده من الحاجات اللي انا بلبسها وعارفه الستايل ايه. عندنا بقى الفستان ده بجد لونه يا جماعه جميل جدا، لون البني ده حلو قوي، واحلى حاجه فيه القماشه بتاعته. القماشه بتاعته تقيله، مش من النوع اللي القماش اللي هيتمط بعد لبستين والتيرتل نيك مثلا هتوسع، لا كله هيفضل متماسك ومحافظ على الشيب بتاعه من كتر ما هو جميل. الفستان طوله مدي، فممكن ان احنا نلبسه مثلا على هيلز ونخليه طقم ان هو فانسي شويه لو عندنا مثلا خروجه شيك، او ان احنا نلبسه على بوت ونخليه طقم كاجوال عادي خالص، نحط كوتس، نقدر ان احنا نلبسه في مناسبات كتير قوي. بالنسبه لي بجد من احلى القطع، والقطع يعني اظن الناس اللي متابعيني بدات تفهم الستايل بتاعي شويه، ده ستايل اسراء. بس كده رايز، هي دي كانت الحاجات اللي انا جبتها المره دي من شين. اجين لو انتوا عايزين تشتروا اي حاجه من القطع دي شرفوني في الستور @israbasioni.closet. و thank you so much ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، وشكرا الفيديو جاي. باي باي.